تقرير بيتكلم عن فنان أعتقد ما فيش حد غيره قدر أنه يجسد دور الشر المطلق والخير المطلق في أعماله، زي ما عمله الأستاذ محمود مرسي اللي قدم دور عتريس في شيء من الخوف بنفس الصدق والعبقرية اللي جسد بيها دور أبو العلا البشري، حالة فنية متفردة خالصة قدمها لنا العظيم محمود مرسي في كل أعماله اللي أصبحت علامات في تاريخ السينما والدراما المصرية، والنهاردة بيصادف ذكرى ميلاده. خلينا نشوف التقرير ده عنه ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم. من منا ينسى أدواره التي جمعت بين الشر المطلق والخير المطلق؟ هو عتريس في شيء من الخوف، وهو أبو العيلة البشري الخير لأقصى درجة، فنان صاحب مدرسة متفردة وتاريخ طويل، الفنان الكبير محمود مرسي. ولد محمود مرسي في مدينة الإسكندرية ودرس في القسم الداخلي التابع للمدرسة الثانوية الإيطالية، وبعدها مباشرة التحق بقسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ثم سافر إلى فرنسا من أجل دراسة الإخراج السينمائي وقضى هناك 5 سنوات كاملة، ثم انتقل إلى بريطانيا ليعمل في هيئة الإذاعة البريطانية حتى وقع العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، فاستقال من عمله ليكون أشهر من قدم استقالته على الهواء. عاد بعدها إلى مصر ليعمل في الإذاعة المصرية ثم في التلفزيون المصري. في مطلع الستينيات سافر مرسي إلى إيطاليا في بعثة قصيرة لدراسة الإخراج التلفزيوني، وبعدها عاد إلى مصر ليعمل مدرساً في معهدي السينما والفنون المسرحية إلى جانب استمراره في عمله كمخرج، حتى شعر بأنه أصبح مؤهلاً بخبراته لمنافسة كبار النجوم على الشاشة. فيلم أنا الهارب لنيازي مصطفى عام 1963 كان أول أفلام محمود مرسي السينمائية، وفيه تقاضى أجر 300 جنيه وجسد فيه دور شرير أذهل به الصحفيين والنقاد الذين أشادوا بأدائه واعتبروه نموذجاً للفنان الموهوب. انطلاقات محمود مرسي الفنية توالت سريعاً، إذ شارك كبار نجوم زمن الفن الجميل في أعمال صارت علامات في تاريخ السينما المصرية، وإن ظل دور عتريس في فيلم شيء من الخوف الأشهر في حياة الفنان الراحل. من أشهر أعماله الخائنة، زوجتي والكلب، السمان والخريف، ومسلسلات العائلة، بنات أفكاري، بين القصرين، رحلة أبو العيلة البشري، وعصفور النار. تزوج مرة واحدة لم تدم طويلاً من الفنانة سميحة أيوب، وأنجب منها ابنه الوحيد علاء. توفي في مدينة الإسكندرية مسقط رأسه في عام 2004 عن عمر ناهز 81 عاماً، وكان قد كتب نعيه بنفسه قبلها بفترة قصيرة.